اسمع يا ولد ابوي، لو عايز تيجي هنا ومن بكره تعال، فكر واعجلها وشوف انت عايز ايه. الفلوس يا باشا. محروس الحج فين؟ والله مش عارف، في واحد جه ساب له بتاع كده وقال ايه عايزينه في النيابه. بتقول ايه؟ هو ده اللي حصل. ما قلتش ليه يا حمار؟ حسن تسرق ابوك وتسرقنا كمان؟ انا مش بسرق، فلوس ابويا تبقى فلوسي. مش فلوسك. لا فلوسي زي فلوسك ورصيدك اللي بالملايين. لا قول يا مروان، هو رصيدك ده جه منين؟ تعال تعال واشتغل واقعد مكاني وهيبقى معاك فلوس اكتر مني كمان. خش عليا، خش رجع الفلوس. مش هديك حاجه حسن، لو ابوك عرف هيروح فيه. انت طبعا هتقول له عشان حسن يبقى حرامي ومد يده، وانت اللي بتخاف عليه وبتراعي مصالحه. وما دام حسن طلع حرامي يبقى لازم يفضل بعيد عن كل حاجة. صح يا مروان؟ الصح اللي كان يقوله أبوك كان يقول عنك ما بتنفعش في حاجة ولا في الشغل. بس أنا الغلطان، كنت أقول له يا أبوي ده حسن أجيبه عندي يعرف كل حاجة أعرفه في الشغل. بس أنا اللي غلطان أنا. ما هدي طريقتك، تعبان تخش عليه بالحنية والكلام الناعم عشان يصدق انك مش طمعان في حاجة وانك بتخاف عليا وما عندكش مانع ان ابقى معاك. صح؟
رجع الفلوس. لا رجع الفلوس احسن لك. دي فلوسي زي زيك. فلوسك ازاي؟ ابوك لسه عايش؟ عايش يا حسن؟ عايز تفلسه بالحياة؟ طب ما انت ورثه بالحياة. هي جت علي انا. انت ما عندكش مخ. انت كلب. اياك لسانك يطول علي. لا مش هيطول. انت لازم تتربى من اول وجديد معك.